بين زمن كنا نخشى من النظر إلى أعين معلمنا خارج المدرسة، وزمننا هذا الذي أصبح الطالب فيه لا يخشى من أحد، فهو يحتمي بعائلته وعشيرته التي من الممكن أن تحرق حرم المدرسة عن بكرة أبيه إذا ما اشتكى الفتى لأهله. حوادث متكررة ومستمرة جعلت المعلم يفكر 1000 مرة قبل أن يمارس دوره التربوي والتعليمي في الصف، و2000 مرة قبل أن يعاقب تلميذاً يغش في الامتحانات. والغريب بالموضوع أن هذه التصرفات تجاه المعلمين جديدة على مجتمعنا، فحتى وقت ليس ببعيد حظي المعلم بأهمية كبيرة وتقدير من جميع الفئات والطبقات في المجتمع. فكيف تغير كل هذا؟ كلنا تعلمنا سابقاً قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولاً، لكن هذا البيت الشعري قد يكون هو نفسه من جلب البلاء على المعلم، حيث يظن الكثيرون أنه وراء التغيير، فالمعلم في وقت مضى كان هو المسيطر الأول والأخير على طلابه، مهما أساء لهم أو عنفهم فلا بأس لأنه مدرسهم. كبر الأطفال وفي قلبهم عقدة من هذا التعامل القاسي، فربوا أولادهم على عكس ما تعلموه تماماً، وحرضوهم على عدم الصمت أمام أي شخص يمس كرامتهم حتى وإن كان معلم المدرسة. المشكلة الحقيقية أن كلا الطرفين مذنب في العلاقة، الاحترام واجب على الطرفين، والتقدير لكل المعلمين الذين يفنون حياتهم لتربية الأجيال القادمة وتحضيرهم للحياة. لكن علينا أيضاً أن نعيد ترتيب أفكارنا باحترام من يتعلم على أيادينا، فإن بقي الأمر كما هو عليه فإن التعليم سيسقط لا محالة، وبسقوطه سينهار كل شيء.